خلينا نعرف مصارف الزكاة، الرقاب يعني، وفي الرقاب. أيوة الله يكرمك. كان في صدر الإسلام، جاء الإسلام ووجد الرقاب، الذكور والإناث. يعني إيه رقاب؟ الرقيق. الرقيق العبيد يعني. أيوة. العبيد والإماء. ما هو القرآن قال إيه؟ فك رقبة. ليه يستخدم كلمة الرقبة اللي هي الرقاب؟ الرقبة هي أخطر جزء في جسد الإنسان، مش كده؟ إذا قبضت عليه مات. صح. فأطلق الله مجازا على الحياة الرقبة. فلما يكون الرقيق عبد، إذن كله العبد وما ملكت يداه لسيده سليم. فلما تعتقه فكيت رقبته، أحييته. أيوة أحييته. فكان في البداية الرقاب قبل أن يقوم الإسلام بإزالة الرقيق، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم آخر حديث يحرم الرق تماما، ومن يفعل ذلك بعده فهو آثم ومخالف لشرع الله. ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، منهم رجل باع حرا وأكل ثمنه، خد واحد حر سيطر عليه وقهره، زي ما حصل في أمريكا لما كانوا بيخطفوا الناس من إفريقيا ويحولوهم للعبودية، وقال له أنت عبد. ده مش شرعا لا يجوز. لو عمل مسلم ذلك يبقى ارتكب كبيرة. ما في الحروب أسرى، بياخدوا الأسرى. ما عادش فيه بقى الوقت اللي اختلفت الدنيا يا دكتور. بعدها القانون الدولي وقوانين الحروب خدت من الشريعة الإسلامية هذا المبدأ. لما الرسول قال القرآن حرم الرقيق؟ لا ما حرموش. لا لكن هو جفف المنابع. صحيح، جفف المنابع. وبعد ما جفف المنابع يبقى تعالى مصير الأسير في الحرب ايه؟ يبقى رقيق. لا، هو الرسول عمل كده في غزوة بدر؟ لا، ولا قال لهم يا جماعة هاتوا الفدية وعلموا الناس او علموا الناس وفدية القراءة والكتابة، فإما من بعد وإما السلام، وبقى مبدأ. طب لما جه الإسلام قفل باب ايه اللي حل محله؟ الأسير له قواعد، كتاب كامل في الفقه الإسلامي اسمه باب الأسير. أعمله إزاي؟ أكله إزاي؟ أرجعه الأهل إزاي؟ أخد مقابل ولا ما أخدش؟ وده يعني منزلوش مثلا، خدوا القانون الدولي العام المعاصر وترجموا إلى قوانين، اللي هي قوانين الأسرى وقوانين الحرب. لا يوجد أسير يظل طول الحياة عند الدولة التي أسرته، مهما طال هناك لازم يفك أسره. ده قانون محدش هيفديه. القانون لا، الدول العالم يكفديه. ده القانون. ايوه القانون الدولي مسمى دولي. ليه؟ على مستوى العالم. ومحمد بن الحسن الشيباني وضع كتابا في هذا اللي هو السير الكبير والسير الصغير، كتب فيه كل ما يتعلق باحكام الاسرى والمحاربين. تمام. وكان زمان فيه كمان الست بتتاثر تبقى ملك يمين. اللي هي السبيه. واخد بال حضرتك؟ السبي المراه. وده كل ده اتقفل بابه، ولذلك احياءه الان معصيه فيها عوده الى ما صفاه الشرع تماما في هذا الامر. طب انت قادر وقدرت تعمل كده؟ مثلا بعض الدول الغنيه بتروح جايبه ناس من اندونيسيا وناس من بوركينا فاسو، وانتوا عندنا عبيد وتمشوا ورا الحكام وتشيلوا كذا وكذا وكذا. ده يوم القيامه آسم. صورة بقى في الرقاب هذه الأيام هل موجودة؟ يعني الفقراء والمساكين موجودين، صورة الرقاب موجودة؟ يعني أو كيف نستثمرها؟ يعني؟ جميل جميل. إذا كان في أسرة، إذا كان في أسرة وطلب أن يقدم فدية. أموال فدية لهؤلاء الأسرة، ما هي تدخل في هذا. بس الأمور عايزة تطوير في الفكرة بس. يعني ما هوش عبد، لا، ده معروف أهله له بلد وكل حاجة. فالدولة قالت يا جماعة عايزين نرجع أسرانا، والدولة المعادية بتقول لنا ادونا نص مليون جنيه. فيتقدم الناس بإخراج أشياء من زكواتهم وتجمع هذا المال ويفدى، ما المانع؟ تمام. إذا ممكن الدولة تستفيد أيضا من الزكاة أيضا في هذا، طبعاً في هذا الباب. طبعا ده مصرف برضه فيه نسبة لعند اللي بيقوم بهذا العمل، وزارة الدفاع الدولة. أو الخارجية. يبقى الدولة. شفت يا دكتور محمد ان الزكاة هيطلع منها مصارف نافعة للدولة قد ايه؟ قبل ما نفكر في الفقير والمسكين كمان. طب اذا هنالك من يقوم بهذا العمل، اشخاص مثلا يسمح لهم شرعا يقومون بهذا العمل؟ اذا واحد تطوع وقال انا اللي هدفع النص مليون عن كل اسير بنفسي. طيب. واحتسبه من باب الزكاة، نقول له صح، زكاته تمام. زكاتك صحيح تمام. ايوه. مصرف اهو.